وفي وسط إفريقيا أسرار جديدة. فمدينة زيمبابوي التي اكتشفها آدم ريندرز سنة 1868 بها آثار ترجع إلى القرن السادس عشر، وبعض العلماء يرى أن هذه الآثار ترجع إلى ما قبل التاريخ، وهذه الآثار موجودة في منطقة غنية بالمعادن وبالذهب. ويقال إن هذه المنطقة ورد ذكرها في الكتاب المقدس. ومن العجائب في هذه المدينة أن تجد بيوتاً عالية بلا أبواب ولا نوافذ، وإنما جدران شامخة وبلا سقف. ويبدو أن سكان هذه البيوت لم يكونوا في حاجة إلى أبواب أو إلى نوافذ، فقد كانوا يطيرون أو يرتفعون. وفي بوليفيا وجدنا آثاراً مشابهة لها، ووجدنا نقوشاً تصف سكان هذه المنطقة بأنهم الرجال الطائرون، وليس من المعقول أن تكون لهم أجنحة، وإنما المعقول أن تكون لديهم أجهزة علمية تمكنهم من الارتفاع عمودياً، أو تكون لديهم أجهزة متطورة تخفف عنهم جاذبية الأرض أو تطلق سراحهم منها. وإذا رجعنا إلى النقوش الموجودة في الكهوف وإلى الأساطير الباقية نجد أن هناك الكثير، فالحديث كله عن كائنات تنطلق إلى أعلى وتثير وراءها سحبا من التراب وسحبا من النار ورعدا وبرقا ثم تختفي. وفي العصر الحديث نجد نوعا من الطائرات الشخصية، أي عبارة عن محرك صغير يحمله الإنسان حول كتفيه ثم يديره ويرتفع به كأنه طائرة أو كأنه طائر. في مدينة زيمبابوي بقايا حضارة متقدمة معاصرة لحضارة بوليفيا، ولنا أن نسأل من الذي أقام حضارة زيمبابوي؟ ليس أمامنا غير جواب واحد، هو الفراعنة الذين أنشأوا هذه الحضارة، أو أنهم أهل بوليفيا أو أهل قارة أطلانتس الذين هاجروا إلى جبال الدنيا بعد أن غرقت قارتهم. وفي هذه المنطقة ما يدل على أن الفراعنة كانوا هنا، فآثارهم واضحة ونقوشهم وعاداتهم وكلمات من لغتهم، وكذلك أهل بوليفيا. أما عن أهل أطلانتس فهناك نقوش عجيبة الألوان ثابتة الخطوط تتحدث عن الرجال البيض العمالقة ذوي الأجسام النورانية، الحكماء الذين غرقت سفنهم وتفرقوا في الأرض ثم عادوا إلى مكانهم وراء الشمس. ويقول العالم الفيزيائي الكبير ستيوارت بلاك بيت الذي فاز بجائزة نوبل: لا أستبعد أن تكون قارة أطلانتس قد وجدت يوما ما، فقد حدث في عصور قديمة جدا أن انفصلت إفريقيا عن أمريكا. والذي يقوله العالم الكبير صحيح، ولكن الخلاف هو على تاريخ انفصال القارات بعضها عن بعض. فالعالم الكبير يجعل التاريخ بعيدا جدا يصل إلى ملايين السنين، ربما كان ذلك خاصا بجزء من قارة أطلانتس، ولكن الجزء الباقي هو الذي اختفى في وقت قريب. ولا بد أن يكون الفراعنة قد عبروا هذه القارة من أولها إلى آخرها، فهناك نظريات علمية كثيرة تؤيد هذا المعنى.